نعم. ملفتة تحتاج أن تفسر، وأنت عضو بالحزب الديمقراطي الكردستاني، عندما يقول البيان أنه الأقليم يحتفظ بحقه في الرد، بحق الرد في التوقيت والزمان. والزمان تعتقد هذه يعني كأنه نعم. يعني هذا أولا استخدمت لغة التهديد، العلاقة بين حكومة الأقليم وحكومة المركز صحيح. لم تنتهي، هذا التلويح باستخدام القوة، يعني ألا تعتقد كانت هذه العبارة أن تصاغ بأكثر تعقلا أو أن تخفف وطأتها حتى لا تستفز الآخر، ما تعتقد بهذا الشكل؟ أستاذ نجم، يعني إحنا بصراحة أقول لك إياه طفح الكيل عندما لم تستطع الحكومة، وأنا أقول لها وقاعد يمك الأستاذ حسين المستشار مع الحكومة، أقول لك إياه إذا لم تستطع الحكومة حل هاي الأزمة وحصر السلاح وضم هاي المجاميع، إيش راح نسوي إحنا؟ نحن نتمنى أن يكون هذا الحل من قبل القائد العام للقوات المسلحة، ولكن في حالة أن لم يكن هذه الاستجابة منه فقط بيانات وشعارات ونسوي ونسوي، نحن مضطرين. لا لا هذا كلام غير صحيح، بس اسمح لي حضرتك حسين خليه يكمل فكره. لا خليك أنا ما قاطعتك استاذ وفاء، ما يخالف إلا بالشعارات. شنو شعاراتك؟ حبيبي شعارات، انت جزء من الحكومه العراقيه عزيزي، حزب الديمقراطي بس يعني. يا حبيبي استاذ وفاء، حبيبي استاذ وفاء، هذا كلامك مو صحيح يا عزيزي، يا عزيزي الجامعة المسلحة موجودة لحد الان. انت شنو سويت؟ هذه دا اقول لك ازمه امام اعينك، موجودين اقول لك قدام عينك موجودين، بس اقول لك قدم معلومات قدام عينك، قدم معلومات للاجهزه الامنيه، قدم معلومات عزيزي للاجهزه الامنيه. الى الان معلومات عندك انت حضرتك، الان معلومات تتكلم قدمها يضربوني. لا بس اسمح لي انت عزيزي، اقول لك عزيزي بس هي مو هاي الصيغه، انت اللي جاي تنقل الموضوع بسهوله. هذا اي شعارات هذه تتكلم عليها؟ انت تطيح حقه، خلي عزيزي، هذا بلد ودوله وامن قومي ومصلحه وطنيه عراقيه تريد بالمقابل. لانه سيد علاوي انطي خلي عبر عن وجهه نظره. اي عزيزي بس شنو يعني؟ يعني خليك مره استاذ نجم عزيزي، الله يخليك استاذ نجم. استاذ علاوي استاذ نجم، استاذ نجم احنا قلنا بشويه للدوله الديمقراطيه، انت قلت قبل شوية نحن دولة ديمقراطية، اذا اكو شريك اخر دي يعبر عن وجهة نظرك، صلح له ان اخطأ. ما يخالف، وانا اصاب بس مو بصيغة بصيغة تقول شعارات. شلون شعارات؟ ما يخالف هسه الرجل، شلون ما يخالف الرجل؟ استاذ نجم عزيزي مررها، اتمنى عليك تمررها في تقاطعني هم في مجال اخر، يعني مو تمررها انا بالحضارة. استاذ نجم ما يدار الحوار، ما يدار الحوار، انا ما اقدر احكي، انا ما اقدر احكي عزيزي. صار استاذ وفاء، انا شكلت اعتراض على البيان وسالته، والرجل تقبل اللغه التي تحدثت بها. لا انت ليش الزاويه تركز عليها عزيزي استاذ نجم؟ بس اسمح لي انا ما بتجاوز، انا اقول لك هذول قدام عينك يجون ويروحون. خليك لا اقول لك صار لنا سنه كامله بس اسمح لي. هذول عزيزي بس اسمح لي استاذ حسين، عزيزي بس اسمح لك، هذا وقتي انا. صار لنا سنه كامله انا قلت لك وصفت لك اياها، اخذت وقتك يا استاذ حسين ارجوك. سنه كامله احنا ما عدنا هذه المشاكل الكبرى اللي مرينا بها استاذ حسين، انت رجل مسؤول. ليش ما قاعد تروح على هاي الزاويه؟ تروح على زاويه ازمه وانتدادات استاذ حسين. هو يختار الزاويه التي يتحدث بها، من حقه، انت رجل مسؤول كبير بالدوله العراقيه. لا طبعا طبعا من حقه، ولكن بالمقابل اكو عمل على ارض الواقع. انت مستشار لرئيس الوزراء، يجب ان تستوعب. ما يخالف ما يخالف استاذ نجم، ما عليه ما عليه استاذ نجم، انت مو جايبني وجه الحكومه. اقول لك عيني استاذ حسين ارجوك. اي عزيزي ما يخالف، ولكن بالمقابل يعني اقول لك انت كل هذا أخرى. بس اسمح لي اي عزيزي يعني استاذ نجم، انت كل هاي الانجازات اللي تتحقق الان بالدوله تنسبها وتحاول تمرر انه بالمقابل هذه الازمه انه هي هاي الصوره العراق. استاذ حسين انت مو من حقك ان تفرض عليه بماذا يتحدث، الا تذهب الى المنجز. ما افرض عليك يا اخي، ما احكي لك استاذ نجم، ما افرض انا بالحلقه بس يا استاذ حسين. هسه انت تعاتب، انت ليش تناقش هاي الزاويه؟ ما يتحدث بهذا الان، هو يعاتبك. انا اعطيك وقتي، خذ وقتي، خذ وقتي، ما عندي مشكله استاذ حسين، ما عندي مشكله، بس افصل استاذ نجم يحاول انه يعطي صوره انه العراق في تحديات كبرى استاذ حسين، وهذه التحديات راح تقتطف الحياه من يمنها. هو هذا رايي استاذ نجم، بس مسؤول بالدوله، مواطن دعاتبك يقول لك دا نقصف واللي يقصفونه يمك. لا مو مواطن، الرجل بالحزب الديمقراطي الكردستاني قال عرف نفسه، انت عرفته، الرجل بالحزب الديمقراطي الكردستاني وتدعمهم.
يا استاذ ما نعطي لا رواتب ولا سلاح لاي مجموعه مسلحه حقيقه. ما خليني وقتي هسه تعطيني وقتي ارجوك خليك كمل فكرتك وقتي هسه ارجوك استاذ وقتي كمل استاذ وفاء خلي بس اتمنى عليك يدي بس يدي بالاول يدي يدي على كيفك استاذ وفاء استاذ حسين على كيفك على كيفك على كيفك على كيفك يا استاذ حسين والله بدي اقول لك يدي يا عزيزي اقول هذول ما عندي شيء يا استاذ وفاء حبيبي خليني احكي يا معود ترى هذا مو برنامج خليني احكي يلا هذول المجاميع المسلحه والفصائل قدام عينك يجون يروحون تعطيهم رواتب تدعموهم بكل شيء وقدام عينك يخصفون بعض القواعد ويخصفون البيش مرقه وانتم قاعدين ساكتين انا قاعد اعاتبك لانك رئيس الحكومه منو قال لك هذا منو قال لك هذا الاب الموجود انا اقول انا البيان مالنا البيان مالنا هو يعاتب حضرتك تقول انت بالبيان ولكن بالعمل على ارض الواقع اكو عمل استخباري كبير عزيزي ايش سويتوا المن لقيتوا القبض يا لقيتوا القبض على كم واحد انت عزيزي المن انت بس اسمح لي بس اسمح لي بس ما تقدرون بس اسمح لي بس اسمح لي انت حضرتك إيراد يعني حضرتك خليني خليني خلي نقاط الحروف تزود بمعلومات صحيحه من قبل وزارة البشمركة حول العمل مع الحكومة الاتحادية وحول العمل مع قيادة العمليات المشتركة بهذا الموضوع اتمنى عليك اسمعني مو انت كلامك مسؤول يا اخي انت رجل تقول انا رجل سياسي حزب سياسي استاذ حسين الذي يقول به السيد وفاء هو نفس المحتوى الذي جاء بالبيان هو لم ياتي بشيء الحكومه الاقليم ايضا قالت هذا لم ياتي بشيء بس خلي يكمل انتم الحكومه مسؤولين عن حفظ الامن والاستقرار صحيح الحكومه مسؤوله على الامن انا اقول لك العراق يا اخي يا استاذ حسين يا حسين استاذ حسين ضرب قوات العراق وقلت لك هذا تحدي موجود امام القوات الامنيه العراقيه انتهاك للعراق انتم عليكم ان تتصرفون تصرف حازم قائد العام للقوات المسلحه انا ايش قلت اقول هاي البيانات ما توكل خبز نريد افعال بس اذكرك بقصه استاذ وفاء لا عزيزي شوف استاذ نجم استاذ وفاء اذكرك بقصه اذا انت تريد تسوق هذا الموضوع استاذ ابو وفاء اذكرك بقصه البيان الذي صدر من السيد رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحه في قصف السفاره الامريكيه وصفهم وصفهم بالارهابيين بمعنى الدوله لا تتفق معهم هذا عجبني هذا ولكن والان بالبيان الاخير هذا بيان بالمجرمين نريد التنفيذ استاذ نجم نعم نريد التنفيذ استاذ نجم نريد التنفيذ نريد العمل نريد القبض عليهم هذول ما راح يجوزون هذول ما راح يجوزون دقيقه لا خلص ثانيا تجريم التطبيع منو اللي قدم تجريم التطبيع بالبرلمان التحالف الثلاثي الديمقراطي والكتله الصدريه والسهم قدموا مشروع تجريم التطبيع للكيان الصهيوني وصوتنا عليه مو هاي دير بالك عليها يعني احنا نفتخر به بعدين ماضي الحزب الديمقراطي الكردستاني مشرف ضد الاسرائيليين احنا في سنه 1967 اوقفنا ثوره ايلول بامر من الاب الروحي الملا مصطفى البرزاني لان العراق دخل الجيش ضد الاسرائيل احنا عندنا مواقف مشرفه كالقوميه كحزب الديمقراطي ضد الكيان الصهيوني انتوا قاعد تتهمونا اتهامات باطله احنا ما نقبلها وبدون ادله هذا مو اتهام دولة يا أستاذ وفاء هذا مو اتهام دولة اتهام الإسرائيل مو اتهام رسمي للحكومة اتهام لجهات أخرى الحكومة سمتها خارجة عن القانون وأنتم الكل لا يتفقون معهم صحيح خلي جابك على سؤالك الأخير خلي جابك على سؤالك الأخير خلي جابك على سؤالك صاد نجم لحتى لا تقولي ترى بسؤال لما تكلمنا عن الرد نعم لكن الرد علي من الرد مو على لا سامح الله على الحكومة الرد على هذه الجهات السياسية الخارجة عن القانون الرد مو صار واضح تمام احنا ويا الحكومة مشاركين بالحكومة عندنا وزير الخارجية عندنا وزراء دقيقة احنا مشاركين بالحكومة احنا نتكلم عن الرد عن هؤلاء القوات الخارجة عن القانون سيكون لنا الرد في الوقت والمكان المناسب يعني تشتركون مع الحكومة في مكافحة الخارجين عن القانون مو هيك نعم هذا كلام هذا كلام صحيح هسه الان انا لانه هذا الكلام اريد اقول لك حسين انا من خلال البرنامج اريد اوفر يعني ارفع التوتر والاحتقان وليس الاستثمار في لا الأزمة. لا اشكرك على هذا التوضيح يعني انا هذا يهمني اشكرك على هذا التوضيح هذا التوضيح جيد اشكرك على هذا التوضيح هذا مهم لان انا ضد التوتر وضد الاحتقان وضد الاستثمار بالازمه ولكن لا اريد يكون الموضوع واضح للاستاذ حسين علي نعم سيكون لنا رد ضد هذه المجاميع الخارجة عن القانون نعم احنا هذا قصدنا استاذ حسين شيء اخر لا سامح الله